والأسباب التي تجيز الجمع بين الصلاتين ترجع في مجملها إلى أمرين اثنين: السفر، ثانيا وجود الحاجة والمشقة. أما السبب الأول وهو السفر، فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فمعناها أن السفر من أسباب الجمع، والأفضل للمسافر أن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان عليه مشقة من أداء الصلاة في وقتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في كل أسفاره، ولو كان أفضل لأدامه كالقصر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قصر في أسفاره لكن ما جمع في كل أسفاره، مثلا في منى أو في ما جمع بين الصلاتين لكن قصر. إذن القصر كان ملازما له عليه الصلاة والسلام في أسفاره، لكن الجمع ما جمع في كل الأسفار، يمكن يجمع في جزء من السفر مثلا وقت الترحال، وإذا استقر بمكان صلى كل صلاة بوقتها مقصورة مثلا. فالأفضل للمسافر أن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا شق عليه، قال الآن نحن رايحين نحضر مؤتمر، نحضر مؤتمر مسافر، نحن مسافرون، وإذا ذهبنا للمؤتمر هذا سنذهب مثلا يعني كذا يعني بعد من الصباح، ولن نعود إلا العصر، وصعب علينا نقطع المؤتمر ونفعل، أو صعب قد يكون اجتماعات متوالية. المهم قال أجمع الظهر مع العصر، أنا مسافر فسأجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. نقول لا بأس، هذا وجدت مشقة لا بأس. فهذا بالنسبة لقضية الأفضل للمسافر في الجمع ما هو. القصر متفق عليه، أمره منتهي في السفر. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا في الطريق، أما إذا كان نازلا في مكان مستقرا فيه، شقق مفروشة، فندق، خيمة، فلا يجوز له الجمع. لكن الراجح أنه يجوز له الجمع سواء كان سائرا أو نازلا ما دام مسافرا يجوز. لكن ما هو الأفضل؟ عدم الجمع إلا لحاجة أو مشقة، لكن الجواز يجوز. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا. فظاهر حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام، يعني كلمة دخل وخرج إيش معناها؟ أنه كان داخلا نازلا في خباء، خيمة، شيء ضرب له فنزل فيه، ولذلك قال دخل وخرج دخل خرج، معناه أنه كان نازلا بالمكان في خيمة ونحوها وجمع. فهذا الذي يدل على جواز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أو كان سائرا، لكن الأفضل أن لا يجمع في حال النزول ويجمع في حال السير. واحد ساير في خط السفر قال سأنزل لأصلي ثم واصل، اجمع، هذه السنة اجمع. لكن لو واحد قال أنا نازل نحن في بر سنضرب خيمة يومين في البر على بعد 100 كيلو، سنضرب خيمة خميس وجمعة، إيش الأفضل؟ تقصر فقط كل صلاة في وقتها. فإن قال يعني ونبغى نروح يعني ما عندكم حل، احنا نبغى نسوي صيد، عندنا نطلع نصيد، والصيد هذا يعني فيها نبغى نروح من الصباح ونرجع المغرب، فشوفوا لنا حل كذا لو نجمع يعني لو سمحتوا، نقول لا مانع. يعني من ناحية الجواز يجوز الجمع،
يعني لو قال الآن بنمشي بعد الظهر، خلونا نصلي الظهر العصر ونروح نبغى نصيد يعني، لا بس لو صلى الظهر يجوز. طيب، بعض الناس أحيانا يفعلها للنوم، يقول أبغى نوم طويل، أبغى وقت نوم طويل، خلوني أجمع أساس سحبة واحدة النوم. يه ماشي، من ناحية الجواز يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ أن يجمع في حال السير ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا في حال النزول. لكن ترى الناس أحيانا يعني قضية النوم ترى أحيانا ممكن مسافر أو لبعض الظروف يحتاج إلى فترة نوم، يعني مدة نوم طويلة. فلو كان مسافرا وجمع، حتى لو كان نازلا في فندق ولا شقة مفروشة ولا خيمة في البر، لا مانع يجوز، هذا الراجح. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله استدل بحديث معاذ قال فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل، وأما السائر فلا يقال له دخل وخرج، بل نزل وركب، مجموع الفتاوى. قال ابن قدامة وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله المسافر المقيم يعني النازل في مكان مخير، إن شاء جمع جمع تأخير وإن شاء جمع جمع تقديم، والأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها لأنه مقيم، فإن دعت الحاجة إلى الجمع فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو مقيم، مجموع فتاوى الشيخ بن باز. وعلى هذا فحكم الجمع بين الصلاتين للمسافر الاستحباب عند وجود الحاجة اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، والجواز إذا لم يكن هناك حاجة أخذا بالرخصة التي وردت في حديث غزوة تبوك. بعض العلماء كان يقول بعدم الجمع للمسافر إلا إذا احتاج إلى ذلك، ثم رجع إلى القول بالجواز، من المعاصرين الشيخ الألباني بن عثيمين رجع إلى القول بالجواز. طيب، السبب الأول هذا هو سبب السفر في الجمع، لكن ما هو السبب الثاني؟ وجود الحرج والمشقة. فكلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين وكان في ترك الجمع حرج ومشقة فيكون الجمع جائزا، سواء كان ذلك في حضر أو في سفر. لكن لاحظ، حرج ومشقة، ما هو جمع بلا سبب، ما هو جمع تشهي، ما هو جمع كذا بدون وجود عذر، لا. الجمع الذي يكون في الحضر إنما يكون لحرج أو مشقة، كما جاء في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير في غير خوف ولا مطر، وفي رواية عند مسلم في غير خوف ولا سفر. قلت ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي لفظ أراد أن لا يحرج أمته. قال النووي عن هذا الحديث ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض، يعني إذا كان بغير خوف ولا سفر، طيب ماذا سيكون؟ بلا خوف ولا سفر ولا مطر، لا خوف ولا سفر ولا مطر، لابد يكون في سبب، ما هو جمع كذا بدون سبب اعتباطيا، لا، ولا إيش فائدة المواقيت الصلاة؟ السبب قال النووي منهم من قال محمول على الجمع بعذر المرض ونحوه، مثلا وباء أحيانا اجتاح البلد، مما هو في معناه من العذار، حصار، العدو حاصر، يلا حاصر الخندق، صار في حصار، في سبب. وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين واختاره الخطابي والمتولي والروياني، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث. إذن جمع في الحضر معناها في سبب، حرج، مشقة، أي صورة، ممكن ما في مطر بس بقي الوحل في الأرض، مثلا برك، مستنقعات مياه حاصرت المساجد مثلا ودور الناس، فالناس يخوضون في الطين إذا أرادوا أن يصلوا إلى المسجد.
فإذا لابد أن يكون هناك سبب للجمع محرج مشقة. يمكن أحيانا تصير ريح يعني إعصار ريح باردة شديدة جدا مثلا، فإذا لابد من وجود سبب للجمع.